إذن متابعي الكرام، هنا أيضا يتواصل هذا شوط أيضا الجعدان الفطامين هنا متابعينا الكرام بهذه الأسماء وبهذه الأعداد لنرى هذه التحديات أيضا مشاهد الأعزاء من أشواط الأخوة السودانيين هنا يقدمون هذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه المنافسة وهذه القوة وهذه الإثارة الحاضرة مع هذه الأسماء. يأتي هنا الناوي على الصدارة عوض العمدة السوداني هنا متابعينا الكرام، يأتي على الصدارة الأولى بينما ثانية التحديات هجام لعبد العزيز أبو عيسى يتواصل هنا مع هجام هنا متابعينا الكرام، بينما ثالث الأسماء هناك متابعي الكرام يأتي هناك أيضا مشهد العزاء، يأتي الفاس للأمير النور يتواصل في هذه اللحظات، بينما هناك الأسماء القادمة والهاجمة مهند، يأتي النذير أبو عمر هنا يتواصل في هذه اللحظات، بينما أرى القدوم في هذه اللحظات من الانصرافي الوليد أحمد يتقدم مع الانصرافي، بينما هم هنا مولع قادم العمدة أحمد، ولكن عودتنا هناك متابعي الكرام مع هجام والناوي، الناوي وهجام هنا متابعي الأعزاء، والوصول من مولع بدأ مولع يولعها ما شاء الله، يتواصل في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، ولكن هجام يأتي هنا هجام بهذا التصميم وهذا الإقدام هنا من خلال هذا المسار وخلال هذا التحدي. هنا عبد العزيز أبو عيسى صاحب إنجازات صاحب عوائد هنا يتواصل يتقدم هجام، عبد العزيز أبو عيسى سلام هجام سلام، تهانينا لعبد العزيز أبو عيسى السوداني هنا من قدم لنا هذا الاندفاع، تهانينا وناموس. المركز الثاني كان وصول من مولع عبد أحمد السوداني، المركز الثالث كان الناوي لعوض العمدة أيضا أتى على ثالث الأسماء. عودتنا بالتهنية والناموس لمالك هجام عبد العزيز أبو عيسى، تهانينا والناموس هنا على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت الزمني كان أيضا دقيقتين 13 ثانية 35 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس.